انا خلاص عرفت هعمل ايه. يا الف اهلا وسهلا. معقوله حضرتك مدير اعمال الفنانه هيفا وهبي؟ انا مش بس مدير اعمالها، انا اللي عملتها. ويا ترى الفنانه هيفا وهبي بخير؟ هيفا بتسلم عليكم وبعتلكم معايا المبلغ ده عشان عايزين نعمل حفله مجانيه لتكريم شباب المانيال. معقوله الست هيفا هتيجي هنا بشحمها ولحمها وبسيليكونها كمان؟ ما اقصكش، انا عايز الدعايه تزروت المنطقه. ست الكل تؤمر، بس ما تاخذنيش يعني. اشمعنى نادي النيل؟ ده مخطط، حفلتكو دي هيتباعها حفلات اخرى. الطلبيه، عزبه القرود، ثم قلعه الكبش، وهننهي ان شاء الله في قريه نيفين بيتش في الساحل الشمالي. فنانه اصيله بصحيح. بس يعني ما تاخذنيش يعني، طبعا حضرتك بتشوفها الصبح والظهر وبالليل. يا ريت. طبعا بشوفها وزهقت منها خلاص، بكنسلها دلوقتي. طب سيادتك تؤمر بايه؟ احنا جاهزين دايما، بس ان كان ولا بد اكتب عندك. ايوه. عدد 2 بودي كارينا. بودي كارينا مش بوليستر. ايوه. وطقم بينس وسشوار. استاذن. اتفضل. نسيت سجايرك. واو إلى كل أهالي المنيل والمقياس والغمراوي والهلباوي، إلى كل الأكشاك وكل الأهاوي، أخيراً هنبوس الواوا. هيفاء وهبي يومكم مع بلاد النيل. اخرجوا من الأزقة والحارات، ودعوا الكبت وهلموا إلى الانبساط. وكل ده بكم يا أهله؟ ببلاش. إيه قلت أنا كده؟ ببلاش 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 ببلاش. كلنا عبوس الواوا، كلنا عبوس الواوا، كلنا عبوس عفاء، 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 كلنا عبوس الواوا، كلنا عبوس عفاء. ايوه سمير، بتفتح ليه يا اخي؟ انا قلت لك حرني عليك. انجز بسرعه، الشارع فاضي. يا اسطى امشي من هنا يا اسطى، في كلام شبه بيعدي بيكلم شاي عربيه. حسين يخرب عقلك، والله افتكرتك الفنانه جواهر. ايه مين جواهر؟ بتاعت والله بهبك موت يا حمدى وانا بهبك انت. يا ولد نزل الحاجه. والله بهبك موت يا حمدى وانا بهبك انت اموت يا حمدى. $72,580,000. 72 مليون و580 الف و200، 72 مليون و580 الف و400، 72 مليون و580 الف. ايه ده؟ ال200 دي مقطوعه، غيرها لي. مش هغير حاجه يا سمير، لان نمره واضحه اذا الشمس ما بتمشيش. يا حسين اعتبرهم 550 مليون ال200. لا دول 549 مليون و999 الف و800. الله يخرب بيت يا عم، انت لخبطتني العيد من الاول. لا ابوس ايدك يا سمير، انا عيان، لو عدت من الاول في احتمال اموت هنا جنبك. قوم. احترس من الكلاب. تقصد مين بالكلاب يا سمير؟ جرايه يا حسين، وانت كل حاجه تاخدها على نفسك يا اخي. ده تمويه. بص شريط الكاسيت ده انا مسجل على الوشين صوت نواح كلاب عشان لما انزل اشغله جوه فالحرام يخش يترهق. لعلمك هي نباح الكلاب مش نواح. يا عم انت هتفتي، النباح ده بيبقى صوت القنفذ.
سمير انت عارف الفلوس اللي جوه دي تمثل ايه؟ تمثل ضحكي وفرحي ودموعي وعرقي. ايه القرف ده يا حسين؟ ايه جو العرق والعطانه اللي انت فيه ده؟ انا مش بهزر، انا بتكلم جد. عشان كده يا سمير اي قرش هتاخده بالفلوس دي عايزك تحطه في مكانه. ده البيزنس كارد بتاع ليلى حلمي، دي كانت الاسيستنت بتاعتي. دي كانت المرضعه بتاعتك ولسه عايشه؟ اسيستنت يعني المساعده بتاعتي. دي فاتحه مكتب استشاري كبير، لو احتجت تاخد رايها في اي مشروع اتصل بيها فورا. انا فطمع لكل حاجه. ليلى دي انا كنت بطلق عليها اسم المراه الحديديه. موهوم قوي انت بتقولها، انت قديم قوي. ده انا جاي فتحي سبقتك وعملتها. اسره حاجتين ما لهمش امان، الفرامل والنسوان. انا ما بشتغلش مع نسوان يا حسين، دماغي توزن بلد. سمير انت هتمضي لي 550 وصل امانه، كل وصل امانه منهم بمليون جنيه. ايه رجعت في كلامك؟ اطلب الاولاد يجوا ياخدوا الفلوس. لا يا عم خلاص خلاص، طول عمرك كلب كبير. بتقول ايه يا سمير؟ قلب كبير يا رخم يا سخيف. الو. ايوه يا مستر سمير. ايوه انا مدير نادي سيرين من الفنان هيفاء وادي. النادي فيه اولاع، النادي فيه اولاع. استغفر الله العظيم، ده رقم تليفون الشيخ محي الدين ابو العز. اغلق الخط يا فاجر. ايه ده؟ ده بيقول انا الشيخ محي الدين ابو العز. الكلام ده ما ياكلش معانا. انا جاي وعامل حسابي ان هيفا هتبص للواوا وكل دول جرحى ومصابين. يعني جايه ولا مش جايه يا باشا؟ شكلها ناس بياض ومش جايه. اديله. عجينه ابو النيل السحريه. ليه سموها سحريه؟ تعالوا نشوف مع بعض. عندك زياده في الوزن ورهرطه في الارداف. عجينة أبو النيل السحرية بتعاني من قشر الشعر، قشر اللب، قشر الموز. العجينة السحرية نفسك تبقي زي نجوم السيمة هند صبري أو روزينة. مع العجينة السحرية هنقدم لك هدية، مجموعة كريمات أساس لوشك السمح ومنوكير جميع الألوان الملعلطة. يلا بسرعة عشان تتزوقينه زمانه جاي. مع منوكير ابو النيل هتوفي حد جميل. لا 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 لا، برافو، الف مبروك يا سمير بيه. الله يبارك فيك يا صبري يا اخويا. شان ميز عم ابراهيم. المدام بقى عايزه حاجه، الوالده انا رقبتي سداده. بس مش غريبه يعني الفلوس اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ ايه حكيت فانوس؟ اعوذ بالله من قرك يا اخي. يا بني ادم الاهم من الفلوس الدماغ اللي بتعمل الفلوس. خليك انت في الهدره اللي بقيت شبهها. ايه السويت ده؟ يا حرامي يا نصاب يا ضلالي، ده انا هوديك في 60 دقيقة، ده انا تطلعني حبوب في وشي. ده هتستقبلي يا مدام نانا؟ ما انت محببها من الاول. كده يا سمير، كده تشوه وش خالتك. ده مش مكياج ابو النيل، ده مكياج ابو النيلة. طب والله شكلك كده احلى. ذنبها ايه البت المسكينة دي لما خطيبها يشوف شفايفها متورمة كده؟ لعلمك شفايف الورمانة دي بقت موضة، كل النجمات السيما دلوقتي عاملين نهار اسود. طب وديني وايماني ما انا سايباك. ادي اهدي يا وليه، اعمل لك خصم 10%. بعد اذنك يا خالتي. بقول لك ايه، انت ترجعني كل فلوسي. يخرب بيتك، مش كفايه جوزها يطلقني بسببك؟ ما لازم يطلقني. اعمل لك خصم 50% والبازون عليا كمان. الو، انا سمير ابو النيل، المراه الحديديه معايا. على الاقل من مهلك. فضل حضرتك قاعد. عسل. That wasn't our agreement, David. Please check your contract and come back to me as soon as you can. It's really urgent, dear. I understand. I'll look at the contract and I'll get back to you as soon as I can. Thank you. Bye bye.
اهلا وسهلا. سوري ثانية واحدة. وي فيليب. مادموزيل ليلى، اون ا غاني لو بروجي. فريمون؟ مي سو سون دي بون نوفيل. تري بيان، الوغ جو فوا دون دو سمان. بيزو، باي باي. اهلا وسهلا. انا كنت جاي. ثانية واحدة. انت فين يا روح امك؟ لو الفيلا دي ما اتشطبتش في خلال شهر اقسم بالله العظيم ما هتشوف معايا لون شغل تاني. سلام. انا عارفه موضوعك يا مستر سمير. مستر حسين حكالي على كل حاجه. انت من النهارده مش محتاج تفكر خالص، انت هتنفذ وبس. اوكي يا ريت. النهارده السبت ان شاء الله يوم الثلاث هستناك انا والمحامي ومعايا البلان كله. ايش؟ انا هاخد 5% على المكسب. مكسب يا احنا الحلم. انا كده عامله خاطر لمستر حسين، اصل جاد فادر بتاعي. بابا بابا. اه والمحامي كمان هياخد مرتب برضك. يبقى اتفقنا. تحب تسالني اي حاجه تانية؟ لا انا كده قلت كل اللي عندي. مرسي لوقتك. يا سمير انا خايفه عليك، ده مبلغ مش قليل. انت هتسلم نفسك الليله دي عادي كده وانت مغمض؟ مغمض؟ كنت تعالي اتفرج عليا وانا بكلمها. ده انا افهمتها، ما نطقتش بنص كلمه. بطلي غيره حريم بقى. غيره ايه وانت عمو حد عباك ببخلك ده؟ انا من ساعه ما عرفتك عمرك ما جبت لي حتى ورده من جنينه يا جلد. خليكي كده زي القطط تاكلي وتنكري. انا مش جبت لك قبل كده مج احمر في عيد الحب؟ مج ايه يا معفن؟ انت كسبان هديه من نسكافيه. وايه يعني؟ ما انا فضلتك على نفسي، ما انا كان ممكن احتفظ بيه. طب ده كان زمان، دلوقتي معاك 550 مليون جنيه. مديني ميس دي ليه يا جلد؟ انا جلده؟ طب اقطمي واقفلي يا ميرفت وشوفي اطلبك ولا لا. طيب اوكي سلام. اه هطلبها هطلبها. مفكراني ايه يعني؟ لا انا بقول الوقت متاخر ما يصحش. بنتي عيني صغيره ومتطلقه، الاستراليين ما بيرحموش، بيلسنوا على اي حد. وانا وياه يا بعيس زي المليونيرات، بحلم وانا معيش ما بسيبش الا زمان. والله الاستاذ مدحت صالح ده شكله فيه شيء لله.